السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوزرون جوست، أنا راح أشتركم فيديو جديد. في هذا الفيديو راح نشرح تحديات حروب المنطقة. أوكي، بس قبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وبس خليكم على المقطع الكود. يعني اوكي، مثل ما شايفين في عنا تحديات، واليوم راح نشرح جميع التحديات. طبعا هذا الستايل كيف بدك تحصل عليه، لازم اول اشي يكون يعني شاري السكن هذا يعني، بس قبل ما تشتري الكود. طيب اوكي، بس خلونا نبلش بالتحديات. مطلوب منك انك تكمل جميع التحديات هذول. اوكي، ونبلش بالتحدي الاول. والتحدي الاول مطلوب منك انك تلعب 5 جيام في طور الزون وار. مثل ما انتم شايفين هاي الاطوار، في 4 اطوار، كل عليك بس تدخل 5 جيام في هذول الاطوار وهيك بتخلص التحدي. اوكي، بننتقل للتحدي الثاني. والتحدي الثاني مطلوب منك انك تقتل 10 داخل طور الزون وار، كل عليك بس تقتل 10 ان كان سواء بنفس الجيم او في جيم مختلفة. مثل ما انتم شايفين هذا هو الطور، بس كل عليك تدخل فيه وتقتل 10 في هذا الطور. اوكي، وننتقل للتحدي الثالث. والتحدي الثالث مطلوب منك انك تدمج 1000 دمج باستخدام الاسولت رايفل داخل الزون وار، يعني تدخل اطوار الزون وار بس كل عليك تدمج 1000 دمج لاي شخص باستخدام الاسولت رايفل، وان كانك تسويهم بنفس الجيم او في جيم مختلفة. اوكي، وننتقل للتحدي الرابع. والتحدي الرابع مطلوب منك انك تدمج 1000 دمج لاي شخص باستخدام الشوتجن داخل طور الزون وار، يعني اي سلاح شوتجن مطلوب منك انك تدمج فيه 1000 دمج ان كانك تسويهم بنفس الجيم او في جيم مختلفة. اوكي، وننتقل للتحدي الخامس. والتحدي الخامس مطلوب منك انك تهيل او تستخدم شيلد، يعني تشرب شيلد داخل اطوار الزون وار، يعني تدخل طور الزون وار لو تدمجت مطلوب منك انك تستخدم شيلد او الهيلث 500 مرة، يمكنك تسويهم بنفس الجيم او في جيم مختلفة، بس كل عليك تدمج من اشخاص وانت تشرب يا شيلد او تهلف، يمكنك تستخدم اي انواع شيلد او اي انواع الهيلث. اوكي، وننتقل للتحدي السادس والاخير. والتحدي السادس مطلوب منك انك تبني 250 داخل طور الزون وار، بس كل عليك تدخل طور الزون وار وتقعد تبني 250 بناء وبس، وهيك بتخلص التحدي. وبس لهون بكون وصلت الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. لا تنسوا لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلكم اي مقاطع بنزلها اول في اول. وبس، مع السلامة. I'm a demonstrate how not to care. Life's a movie, so just stop and stop.